جاءت الشريعة مقررة ابتداء ببيان حق الله عز وجل على خلقه، وأنه يعبد جل في علاه وحده لا شريك له، وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله. وجاءت أيضا مقررة الطريق الذي يتحقق به هذا المقصود، وهو الطريق الذي يصل به الناس إلى عبادة الله. فجاءت الشريعة بالأمر بعبادة الله وحده، والأمر بأن لا يعبد إلا بما شرع. فالطريق الموصل إلى تلك الغاية ليس إلى أذهان الناس ولا إلى آرائهم ولا إلى أذواقهم ولا إلى ما يشتهون ويحبون ويستحسنون، إنما جاء ذلك مفصلا مبينا على وجه واضح بين جلي، وهو ما جاء في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة، وهو معنى أشهد أن محمد رسول الله، ألا نعبده إلا بما شرع. هاتان قاعدتان بهما قوام الحياة، وعليهما يصلح أمر الدنيا والدين، وبهما تسعد البشرية في الدنيا وتنجو في الآخرة. هذه العبادات لا يمكن أن تتحقق إلا بحفظ مقاصد وحفظ أمور جعل الشارع نصوص الشريعة كلها تدور على تحقيقها. أول ذلك حفظ الدين، ثم بعده حفظ النفس، ثم حفظ المال، ثم حفظ العقل، ثم حفظ العرض. هذه المقاصد الخمسة عليها تدور كل ما جاءت به الشريعة من الأحكام والحكم.